مساء الخير، صباح معكم اليوم. أهلا وسهلا فيكم من جديد وبأكلة جديدة. أنا اليوم حابة أعلمكم اللي ما بيعرف طبعا مساوات البرغول، برغول بشعرية. مساويته قبل هالمرة أنا مع الفاصولية، بس طبعا مو لحالها، يعني اللي بدور على برغل ما رح يلاقيها، مشان هيك حبيت اليوم اسوي لكم اياها، اسوي لكم البرغل لحاله وارجيكم. هاي انا رح اسوي كاسه ونص برغل، يعني 400 غرام برغل و 150 غرام شعيريه، وهلا رح ارجيكم شلون بيصيروا. انا رح ارجيكم هلا شو قديش رح احط زيت. انا نص كاسة صغيرة زيت رح احط، كاسة شاي يعني نصها زيت بلدي. هون الزيت البلدي باسبانيا كتير طيب وظريف، انا بستعمل لأكلات كتير زيت بلدي او زيت مازولا، فعوض ما استعمل سمنة، ما بحب استعمل سمنة انا الحقيقة، دائما بستعمل زيت بالطبخ. ها شايفين هاي نص كاسة زيت، الواحد بيقلل كمان زيت. وهلأ بحط الشعيريات. أنا الحقيقة بحب الشعيرية تبعها كتير، يعني بحبها كتير الشعيرية، عشان تحمير الشعيرية لازم يتحرك بسرعة وبدون وقفة، متى ما يحمي الزيت منيح بيحمر بسرعة، تحمر الشعيرية بسرعة. في عالم بالزيت البلدي ما بيعرف، ببعض الدول زيت البلدي هو زيت الزيتون، بدول المغرب يمكن بيقولوا له زيت العود. انا كنت اضحك كثير على هالكلمه زيت العود، بس شايفين كل بلد وإلها كلماتها الخاصه فيها، فيعني كان اللي ما فهم علي بالزيت سألوني لأنه قبل هالمرة شو هو الزيت البلدي، هو زيت الزيتون أو زيت العود. يلي ما بيقدر يحركهم بسرعة بيقدر ينوس النار ويخليها أهدى، لأنه متى ما حمي مثل ما قلت لكم بده الواحد مشان ياخذوا نفس اللون يحركهم بشكل مستمر. يعني انا بتكون مالي مستعجله بنوصه وعلى مهدي، وتكون مستعجله بدي اخلص اوامه بقوي الغاز مشان اوامه يحمر تحمر الشعيريه. انتبهوا هلا وبدي احط المي، عوام غطيهم مشان ما يطرش علي، شفتوا بدل ماسك الغطا وبحطهم، مع انه عندي مرقة لحمة. انا راح احط مرقة اللحمة، حطيت كاسة وهي النص كاسة لكل كاسة برغل، عبعد ما احط لها كاستين مي بحط لها كاسة ونص مشان ما تطلع مخبوصة. وهي ثلاث ارباع الكاسة مشان النص كاسة، يعني مشان تعرفوا الكاسة ونص برغل حطيت اللون الكاسة ونصها كاستين وربع مي او مرقة فروج، مرقة لحمة اللي بدكم اياه، يعني انا حطيت لهم مرقة لحمة لانه عندي، يعني عادة هو بحطوا الكاسة بكاستين، انا بحطه اقل مشان ما يطلع مخبوص البرغل، يعني الكاسة بحط لها كاسة ونص، كل كاسة برغل كاسة ونص مي. برد برجع بدقق لكم مشان يعني
عرفت شلون تقولوا والله ما فهمنا الموضوع قديش بنحط مشان هيك احيانا بتغلط زياده وبعيد الكره. هدول رح احط لهم ملح بس على هو هو ما بده والله الا انه اللحمه مرقه اللحمه فيها ملح بس يغلي هلا بشوفها اول قبل ما احط لها ملح مشان ما ملح الشغله. في ناس بحبوا يحمصوا البرغل، انا ما حمصته مشان ما صعب الامور على الشباب الصغيره، ما بالضروره يعني يتحمص البرغل او الرز، انا بحط المرقه وبعدين بحط البرغل او الرز، اللي بحب يحمصه ما مشكله، يعني بيقدر يحمصه كمان، يعني للمعرفه فقط. دقت الملح لقيتهم دلعين شوي، فراح احط لهم شويه ملح انا، شوي. يعني انتبهوا على شغله الملح، المفروض الافضل يطلع تطلع الاكله قليلة ملح قبل ما تطلع مالحة. طبعا متى ما غلت المي هلا انا راح احط البرغل غسلته ايه مشان هيك ما حمصته لانه انا هون بغسله البرغل ما بأمي يعني فلازم اغسله. بتقيموا بتصفوا المي منه ايه لانه احنا حاطين المقدار اللازم فشو في مي لا تحطوهن وتغسلوه بهالشكل هذا. هلا بتغطوه بتحركون اول مع الشعيريه وبعدين بتغطون. انا بحب شعيريته ظاهره الرز لما البرغول اللي بحبه اقل ما بالضروري يعني يتقيد بالنفس الكميه اللي انا حطيتها ما بالضروره. هلا بقى بغطيهم بس تنشف شوف المي نشفت بنوس النار على الهادي بحطه على الاخر يعني شايفين لازم بيحركها الواحد مشان نشوف كميه المي اللي صفيت فيها وبعدين هلا شايفين هلا بنوس على نار هاديه هلا بحطه كان عندي نار عملتها عاليه هلا بهدي على الاخر وبغطي يعني ابو دقيقتين ثلاثة يعني بتنشفي عادة المي يعني مشان تعرفوا إيه ما تتركوا يعني الرز لما البرغل تتركوه وتمشوا لانه بتنشف المي بسرعة مثل ما شايفين لازم نحركهم مرة ثانية ونشوف المنظر يا سلام على هالمنظر مهرهر هرهرة شايفين ها عرفتوا ليش ما لازم نحط دبل المي يعني دبل البرغل لانه مشان ما ينخبز شايفين هيك شلون منظره فرجه رح نخلي شوي ثانيه نهديه كمان شوي وبعدين بنسكبه هاي هلا شايفين ها هلا استوى شايفين هالمنظر شغله طبيعيه انه يعلق بسف السفل شوي صغيره هيك مثل ما كنتوا شايفين شوي مو انه يحترق ها هذا هي التلزيقه هي شويه شغله معلميه مو مشان اعطي اهميه لحالي هون هيك بيقولوا لا مهم انه يلزق شوي هي التلزيقه ايه شايفين هلا لنشوفها خلص يعني بظن انه بهيك انتهت هلا هي رح نسكبها مع الاكل كثير ظريفه الحقيقه ممتازه بس بدي اقول لكم شغله اذا حدا بيلاقيها ناشفه بحبها انه تكون اكثر رايحه ممكن يحط لها يرش لها شويه مي او يرش لها شويه مرقه يعني ما مشكله وتخلوها كمان تهدوها شوي ثانيه يعني هي بتقدروا تساووها ما بصير له شيء البرغل اذا بتحطوا له شوي ثانيه واللي بيحبه هيك مهرهر خلص معناته واللي بده يحط له سمنه كمان بيقدر يحط له سمنه هي كل واحد هو مثل ما بيحب وهلا رح نرجيكم هو مسكوب ان شاء الله وهلا هي بعد ما خلصت البرغل
وسكبته شوفوا المنظر تبعه بشهي طلع. طبعا انا الطبخه طبخت قدام البرغلات ابو بسطي هيك طيب كتير مع الابو بسطي البرغول مع عدة اكلات. طيب البرغول انا بحبها مع عدة اكلات، بس بما انه اليوم كمان طبخت ابو بسطي فهيك مع بعض هون يعني ارجيكم ياهن الاثنين سوا ومشارككم فيها هي الأكلة. تفضلوا لا تحرموا حالكم، أنت ما بتحبوا أهلين وسهلين ها تعرفوا أمتى بس خبروني بعطيكم العنوان. يلا الله معكم إن شاء الله تعجبكم بجانب أكلة البرغل وتعرفوا تسووها، ما فيها شيء هي ما فيها صعوبة بس يعني بدها معرفة شوية. يلا لها شباب صغيرة طبعا مو للناس اللي بتعرف تطبخ. ماشي يلا الله معكم، نستودعكم نشوفكم ان شاء الله بالاكلة الجاية. يلا السلام عليكم، الله معكم، مع السلامة. قالوا لي نحط لك لايك قلت لهم يا ريت، قالوا لي حسني الاكلات اكتر من هيكي بكتير قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.